طيب بنبدأ في خلاصة الموضوع اللي تكلمنا عنه اللي هو الأكسدة والاختزال والخلايا الجلبانية. بنتكلم عن الخلاصة في شكل نقاط اللي هو بيقول يحدث تفاعل الأكسدة والاختزال في الخلايا الجلبانية على أقطاب منفصلة عن بعضها البعض. ليه؟ لكي لا تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية أو طاقة ضوئية، لأن لو كانت هذه الأقطاب غير منفصلة تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيش؟ كيميائية أو طاقة ضوئية. عندنا جهد نصف خلية التفاعل القياسي هو جهد التيار الناتج عند اقترانه بقطب الهيدروجين تحت الظروف القياسية، حيث الإينوت سيل بيساوي إينوت للهيدروجين ناقص إينوت للقطب الآخر للأزر بول، وحيث إينوت للهيدروجين تساوي صفر، إذن جهد الخلية القياسي يساوي جهد القطب، يساوي جهد نصف التفاعل القياسي. طيب قال يكون جهد اختزال نصف الخلية سالبا إذا حدث لها أكسدة عند توصيل بقطب الهيدروجين القياسي. نعم، هنا قلنا حالتان، هما عبارة عن حالتان، واحد الخارصين، قلنا هذا يكون جهده جهد نصف الخلية للخارصين سالبا. اثنين قلنا النحاس، قلنا يكون جهد نصف خلية النحاس موجبا، قلنا هذه للمغارنة، بنضع العناصر، اخترنا عنصر الخارصين اللي هو أعلى الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية وعنصر النحاس اللي هو أسفل الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية. قلنا الخارصين جهده بيكون سالب، النحاس جهده حيكون ايه؟ موجب. بيقول الجهد القياسي لخلية جلفانية هو الفرق بين جهود الاختزال لأنصاف الخلايا، اللي هي تأتي حسب هذه العلاقة، إنه الإينوت سيل تساوي إينوت اختزال ناقص إينوت إيش؟ أكسدة. هذا بالنسبة لإيش؟ للخلاصة. وندخل في التدريبات. قال صفة الظروف التي يؤدي عندها تفاعل الأكسدة والاختزال إلى تدفق التيار الكهربي خلال السلك. هنا بنديها وصف، واحد أن يحدث كل تفاعل، يعني تفاعل أكسدة لحاله، تفاعل اختزال لحاله في إناء منفصل عن الآخر، يعني نصفي خلية، يكون هنالك نصفي خلية، يعني بعبارة ثانية يكون هنالك نصفي خلية معزولين تماما. نمرة اثنين،
توصل أنصاف الخلايا، توصل أنصاف الخلايا. هنا بقصد بأنصاف الخلايا الألواح بسلك كهربي لإمرار الإلكترونات، لإمرار الإلكترونات. نمرة ثلاثة، توصل محاليل الخلية أو محاليل أنصاف الخلايا. توصل بماذا؟ توصل بقنطرة ملحية تحتوي مركب أيوني يعمل على تعادل محلولي الخلية. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، في السؤال الثاني بيسألني حدد مكونات الخلية الجلفانية وفسر دور كل مكون في عملية تشغيل الخلية. أولاً بشوف اتجاه الإلكترونات، أولاً بنشوف اتجاه الإلكترونات لنحدد المصعد. أولاً بنشوف اتجاه الإلكترونات عشان نحدد إيش؟ عشان نحدد المصعد. يبقى هنا الZN يمثل الآنود، وهذا تحدث فيه عملية الأكسدة. طيب أين مصير الإلكترونات؟ إلى أين هذا الآنود؟ هذا يمثل الآنود اللي هو بيحصل فيه تفاعل الأكسدة. طيب بتتجه الإلكترونات إلى اتجاه الإلكترونات، تتجه الإلكترونات نحو الكاثود. يبقى هنا النحاس السيو يمثل الكاثود. السيو يمثل إيش؟ الكاثود، وتحدث فيه عملية الاختزال. يبقى هذا هنا يمثل كاثود، هذا يمثل نصف خلية، نصف تفاعل الأكسدة، وهذا يمثل نصف تفاعل الاختزال. نجي بعد كده للقنطرة الملحية. القنطرة إيش؟ الملحية اللي هي الهوز أو الأنبوب الذي يصل محلولي الخلية ويعمل على ماذا؟ ويعمل على تعادلهما. يبقى هذه بتمثل لي إيش؟ الغنطرة الملحية. طيب بيقول اكتب المعادلة الموزونة للتفاعل، لتفاعل الخلية التلقائي. ما دام تلقائي هنا يجب ان يحتوي اكسدة واختزال. الاعلى الهيدروجين فيه اكسدة والاسفل الهيدروجين فيه ايش؟ اختزال. وهو هنا عاطيني انصاف تفاعل ايش؟ الاختزال اللي هي بقوم بغيرها، بكتب نصفي تفاعل اخرين بحيث انه يكون تفاعلهم تلقائي. هنا بكتب ايش؟ اكتب نصفي التفاعل، اكتب نصفي التفاعل اللي هو حاكتب هذا الان اي اللي فيه عمليه اكسده، بيعطيني ان اي عليه 2 موجب زائد 2 الكترون.
أكتب تفاعل الفضة اللي هو تفاعل اختزال، اللي هو الـ AG اللي عليه موجب بيعطيني إيش؟ AG هذا بعد ما يكتسب إيش؟ إلكترون. بوازن الإلكترونات بهذا الشكل، هذول نصفي التفاعل. أكتب المعادلة الموزونة لتفاعل الخلية، معناها بجمع المعادلتين، هذه الاثنين إلكترون تروح من هنا والاثنين إلكترون تروح من هنا، يبقى المعادلة بتاعتي النهائية هي عبارة عن الـ Ni زائد 2 Ag عليها موجب بتعطينا Ni عليها 2 موجب زائد إيش؟ 2 Ag. هنا هذا التفاعل التلغائي اللي هو بيحدث في هذه الخلية. ولو عايز أحسب الـ E not cell هتساوي لي E not فضة اللي هي الاختزال ناقص E not نيكل اللي هو إيش؟ اللي هو الأكسدة. ضرب الإلكترونات قلنا ما يغير في الجهد القياسي للخلية، ما يغير في الجهد القياسي اليمين للأخطاب. وأرجع للجدول، أرجع لإيش؟ للجدول، وأحدد أوجد الجهد القياسي للفضة، الجهد القياسي اليمين للفضة اللي هو موجب 0799 اللي هو موجب 0799 ناقص أجيب جهد النيكل اللي هو حيكون بالسالب الجهد بتاع النيكل، لأنه النيكل أعلى الهيدروجين في السلسلة، اللي هو بيجيني 0.257. وأمشي عشان أوجد الإجابة النهائية هنا يا أخوانا للإي نوت سيل، آخر إجابة أمشي للآلة الحاسبة بتاعتي وأوجد اللي هي 0.799 زائد 0.257 ويساوي اللي هي جاتني بتساوي 1.056، هذه اللي هي عبارة عن إيش؟ فولت. وهذه جاتني بالموجب، وهذا بهذا الشكل التفاعل إيش؟ عبارة عن تفاعل تلقائي.